مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأحوال الجوية المتوقعة على خرائط درجات الحرارة، نلاحظ أن المنطقة الجنوبية والغربية وكذلك الشرقية تتأثر بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، لكن المناطق الشمالية كتلة هوائية باردة نسبيا وتمتد تقريبا إلى بعض المناطق الوسطى وأيضا شمال المناطق الجنوبية من المملكة، خاصة يوم الأربعاء والخميس بيكون تأثيرها بشكل واضح في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. أحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة الأجواء المتوقعة في الرياض أجواء صافية لكنها باردة نسبيا، الصغرى المتوقعة هذه الليلة بحدود 12 درجة مئوية، الملموسة 10 درجات مئوية. أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في الرياض أجواء لطيفة في النهار مشمسة، العظمى المتوقعة يوم الأربعاء 26، والصغرى بتكون الأجواء بالليل باردة نسبيا، الصغرى المتوقعة 12. يوم الخميس أيضا العظمى في الرياض الأجواء لطيفة نهارا باردة ليلا، والعظمى 24 والصغرى 12. يوم الجمعة أيضا أجواء مش لطيفة نهارا وتميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية. أحوال جوية المتوقعة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، أجواء لطيفة في النهار ومشمسة لكنها باردة ليلا، سكاكا 27، تبوك 27، عرعر العظمى 19 والصغرى 8 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء أيضا مشمسة نهارا وأيضا معتدلة لكنها لطيفة ليلا، المدينة المنورة 27-15، جدة 29-18، مكة المكرمة 31 العظمى والصغرى 18 درجة، الطائف العظمى 13 والصغرى 12 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية في غائمة جزئيا بشكل عام، الباحة 17 العظمى والصغرى 11، أبها العظمى 20 والصغرى 10 درجات، جازان أجواء غائمة جزئيا ويحتمل سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 31 والصغرى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مشمسة لكن يتخللها أحيانا ظهور بعض السحب القليلة، العظمى في الدمام أجواء معتدلة نهارا مشمسة معتدلة نهارا لكنها لطيفة ليلا في الدمام، العظمى 25 والصغرى 15، حفر الباطن أجواء لطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 23 والصغرى 11، الإحساء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض حائل أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا، العظمى 18 والصغرى 5، بريدة لطيفة نهارا باردة ليلا 24-9، الرياض مشمسة ولطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نحييكم أجمل تحية من طقس العرب ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة بإذن الله، وإلى اللقاء.